بنتكلم على لؤلؤة من لقلق الكلية، أستاذ الدكتور كمال درويش. ده من كان عميد الكلية، طبعا كان وكيل الكلية سابقا للدراسات العليا، وعميد الكلية من سنة 92، قعد أكثر من دورة. وده من الشخصيات اللي احنا بنعتز بيها، ده زي ما قلت من الأول خالص، هو لؤلؤة من لقلق الكلية. بالعكس، هو اللي علمنا حاجات كتير جدا في الكلية، عشان يعتبر أنا إيه، يعتبر أول دفعة كانت مع دكتور كمال درويش في فترة العمادة، فتعلمت منه القيادة طبعا، ده شيء طبيعي. كانت في الفترة دي ابتدى يتولى إدارة نادي الزمالك كرئيس مجلس إدارة، فتعلمنا منه حاجات كتير، من ضمنها طبعا القيادة، إزاي تدير المنظومة نفسها. وهو كان من الشخصيات اللي داعمة ليا جامد في العمادة، في فترة العمادة اللي أنا فيها دلوقتي. اتعاملت معاه لما كنت طالب، سواء بقى في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا، هو علمني حاجات كتير قوي، وكان بيدرسني في الفترة دي. فمن الشخصيات اللي الكلام عليها هيبقى كلام قليل، يعني هنقدر نتكلم عليها، مش هقدر أخد وقت قليل، ده هياخد فترات طويلة جدا جدا. يمكن دكتور كمال هو أقدم عميد في الكلية في الفترة الحالية اللي هو موجود فيها، وفي أي مشاكل أنا بقدر ألجأ له دي بمنتهى الأمانة، زائد اللي هو أنا يعتبر كنت طالب عنده في مرحلة الماجستير أو مرحلة الدكتوراه، أو قبل كده في مرحلة البكالوريوس. فما أقدر أشوف قيمة وقامة زي دكتور كمال، لا مفيش، يعني الكلام عليه بيبقى كلام ما تقدريش تتكلمي عليه، يعني هو زي ما بيقولوا عليه احنا، ده لؤلؤه من اللي قلق الكليه، ويمكن اللي قلق النفيسه اللي في الكليه بمنتهى الامانه. يعني يمكن الواحد وهو بيتكلم، بصراحه عشان مش هكذب على حضراتكم، يعني بيبقى جسمه بيقشعر، يمكن هو بيفتكر، الواحد بيفتكر ايام ما كان في الماجستير والكلام ده كله، بيفتكر منه. فده يعني هو يعتبر كمان اب روحي لينا كلنا، يعني مش لازم يبقى الاب هو اللي انت ابنه رسميا او ابنه الاساسي، ولكن لا، انت الاب ده بيعلمك كل حاجه فيها، بيعلمك القيم، بيعلمك العادات، بيعلمك التقاليد، ازاي تتعامل، ازاي تتفاعل مع الناس. دكتور كمال هو لؤلؤه من لقلق الكليه، يمكن هو اللؤلؤه الكبيره بتاعتنا اللي في الكليه. كلمه لؤلؤه دي يعني حاجه نفيسه، مش اي حد يقدر يتعامل معاه. فده من الشخصيات اللي انا، وكلمه اللي احنا حضرتك زي ما حضرتك انا فهمت لحضراتكم بتعملوا مثلا برنامج، هو دكتور كمال البرامج بتاعته هي ما بياخدش فترة قليلة، هو بياخد فترات طويلة جدا وشغل كتير جدا، ويتعمل له ملفات، وزي ما بيقولوا عليها ده لازم يتعمل له سيرة ومسيرة. من الشخصية دي شخصيات، يعني أنا بسميها هي الشخصيات النفيسة اللي احنا يعني هتبقى فيه صعوبة، أو مش هقول، يعني هقول خليها صعوبة، بلاش استحالة، هي في صعوبة اللي هي تتكرر تاني.